بدأ العد التنازلي لموعد انتهاء التدابير الاستثنائية في تونس، لكن لم يتبدد بعد الغموض السياسي بشأن مشروع الرئيس قيس سعيد. لم يجري أي مقابلة إعلامية أو خطابا مباشرا لتوضيح رؤيته، ما فتح الباب واسعا أمام عدة سيناريوهات، بينها إمكانية صياغة دستور جديد للبلاد أو تعديل الدستور الحالي لتغيير نظام الحكم إلى نظام رئاسي. رئيس الجمهورية أعتقد أنه سيذهب إلى إعلان ربما كتابة دستور جديد في يعهد إليه إلى لجنة تعده وتكتبه، خاصة يراجع النظام السياسي. قبل زمن قريب كانت السلطات موزعة بين الرئاسات الثلاث، صارت اليوم كلها بيد الرئيس، يقيل ويعين، يقرر وينفذ. تذهب قراءات عديدة إلى إمكانية التوجه نحو تمديد تجميد أعمال البرلمان. تمديد متاع شهر ممكن يحيل أنه يبادر إلى ممارسة السلطة عبر بعض المراسيم ومواصلة تعليق نشاط البرلمان إلى أن تتوضح الصورة. أمام غياب محكمة دستورية للحسم في الخلاف الحاصل بشأن تأويل المادة 80 من الدستور وغيرها من القرارات، استأثر الرئيس بسلطات سياسية وصلاحيات دستورية واسعة غيرت موازين الحكم في البلاد وجمدت الحياة السياسية. تحبس تونس أنفاسها ترقبا لانتهاء آجال التدابير الاستثنائية وانتظارا للإجراءات الجديدة لرئيس الجمهورية، إجراءات ستحدد ملامح المرحلة المقبلة، إما استئناف المسار الدستوري وأما انتهاء النظام السياسي الذي كرسته البلاد بعد الثورة. وسام الدعاسي، العربي